حلقة عن الاستثمار العقاري وازاي اصبح الاستثمار العقاري مشروع مربح جدا. الاستثمار العقاري من اكبر مجالات الاستثمار في العالم، والدليل على ده ان مش الاشخاص ولا رجال الاعمال فقط اللي بيستثمروا، اصبحت الدولة كمان بتشارك في الاستثمار العقاري وابتدى يكون هدف اساسي ليها. وطبعا كلنا عارفين ان الاستثمار العقاري استثمار له اولوية قوية جدا بالنسبة لنا. لو احنا بنشتغل وعندنا شغل بيرهقنا طول اليوم، نقدر ان احنا نعمل دخل كبير عن طريق الاستثمار العقاري. لو انا مسافر بره مصر اقدر ان انا استثمر في العقارات داخل مصر، اقدر ان انا من هنا اعمل تصدير للعقارات واكسب والدولة كمان تكسب. وسبق وقلنا قبل كده ان اي حاجة فيها تصدير بتؤثر دايركت على الناتج القومي للاقتصاد. الاستثمار العقاري ليه جانب من كل ناحية، جانب الربح، جانب ان هو الاصول بتاعتنا، جانب الاستثمار زي اي استثمار. مثلا اي رجل اعمال احنا سمعنا عنه هتلاقيه شرط اساسي ان بقى في الاستثمار العقاري حاليا. لو جبنا سيرة السويدي، لو جبنا سيرة مطاعم ماكدونالدز، لو جبنا سيرة اي حد من الدولة او من رجال الاعمال، هنلاقي ان بقى الهدف الاساسي عنده هو المستثمر او انه يستثمر في القطاع العقاري. طيب ليه القطاع العقاري؟ القطاع العقاري عليه اقبال كبير جدا لانه فيه مميزات وخصائص تتوفر في الكثير من القطاعات الاخرى. لو احنا حبينا نعمل اي مشروع في الدنيا اكيد اول حاجة هنحتاج ليها هو الاستثمار العقاري. ازاي؟ سبق واتكلمنا في حلقة قبل كده وكان معايا فيها خبير اقتصادي واتكلمنا عن القطاعات، كل قطاعات الدولة